خاصة صبراً آل محرز، صبراً على هذا الرجل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم لنا حره. وبعد صلاتي بعد الصلاة شيخ من المشايخ إن شاء الله يحفظ لنا الكلمات وبارك الله فيك. الغيبة التي كان يبثها فيها الرصد، اللهم ينبشر فيها للأعمال الصالحة، اللهم يرجع لها هذه الأعمال الصالح مؤنسا له في قبره، أنيسا له في قبره، حتى يأتيه بالوجه الحسن المليح ويقول له أنا عملك الذي كنت تعمل به في الدنيا. نسأل الله تعالى لأهله وذويه له الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. والمعزون حفظ الله معزونا جميعا، لأنه منصب لنا مرشد العائلة أو منصب لنا كلنا لأهل القرآن خاصة، لأهل القرآن خاصة والعائلة خاصة هو من أهلنا. إذا كان له أهل في النسب والقرابة هو من أهلنا أيضا في هذه المائدة، مائدة القرآن الكريم. صلى الله تعالى من حق نبي المسلمين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه. اللهم عن سيداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.